في صباح يوم الخميس يتجدد اللقاء وياكم مشاهدينا في حلقة نهاية الأسبوع من صيف البحرين، مواضيع خفيفة ومتميزة جهزها لنا فريق الإعداد. وأكيد في البداية صبح على زميلتي إيمان. صباح الخير. صباح النور. صباح الخميس. هذا صباح الويكند اللي الكل منتظر له ومتحمس له. صح. أكيد أصبح عليكم مشاهدينا بأجمل صباحات الجميلة، لأن نسمع قال حمد صباح الخميس دائما يكون خفيف ومختلف، وإحنا دائما حلقتنا تكون خفيفة. يعني مشاهدينا توجه وزارة التجارة والصناعة في دعم النشاط الاقتصادي المبتكر في المملكة، وتسعى جاهدة إلى تنشيط الأسواق المحلية بأساليب جديدة وفاعلة من خلال شركة هوميز الرائدة في بيع المنتجات عبر منصتها الرقمية، اللي تقدم خبرة جديدة ومتميزة، وذلك بالتسوق الرقمي لكل من المتاجر والموزعين المحليين من جهة، وزبائن التجزئة في المملكة من جهة أخرى. خلونا ننتقل لهذا المعرض أكيد معاكم ونشوف كلمة سعادة الوزير. بصرية عالية السرعة للإنترنت وطرح خدمات الجيل الخامس للهاتف المتنقل وتوفير الإنترنت فائق السرعة على الشبكة الثابتة أو المتنقلة، لكونها عنصرا حاسما في التطور نحو التحول الرقمي في شتى المجالات، بالإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية للقطاع التكنولوجي تماشيا مع تطوير البنية التحتية لخلق بيئة متكاملة. لطالما حرصت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تعزيز التحول الرقمي في القطاع التجاري من خلال إطلاق المبادرات الحكومية من جهة ومساندة القطاع الخاص في مبادراته الهادفة إلى زيادة واستدامة النمو الاقتصادي للشركات والمؤسسات التجارية من جهة أخرى، لا سيما تلك المتعلقة بالتحول الرقمي الذي من المتوقع له أن يغير بشكل جذري كل القطاعات الاقتصادية التقليدية ومنها قطاع المعارض التجارية، متمنين أن تكون انطلاقة المعارض التجارية الرقمية وجهة تجارية جديدة ودافع لتشكيل قطاع أعمال جديد ذو قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. يأتي معرض البحرين الأول للتسوق الرقمي الذي تنظمه شركة هوميز الشرق الأوسط منصة التسويق عبر الإنترنت البحرينية الرائدة، بهدف إعطاء دفعة جديدة قوية للاقتصاد المحلي للاستفادة من الفرص التي أتاحها العصر الرقمي وتقنياته، حيث يستمر المعرض أسبوعا من 6 أغسطس الجاري بمشاركة ما يفوق 100 متجر إلكتروني من مختلف القطاعات التجارية، يمكن للجمهور تجربة التسوق إلكترونيا، حيث أصبحت المنصات والتطبيقات الإلكترونية هي الخيار الأمثل للأفراد، وذلك بسبب سهولة التسوق والتنوع في الخدمات والمنتجات. أود أن أنتهز هذه الفرصة وتوجه بالتقدير للشركات والمؤسسات المشاركة في هذا المعرض لإيمانها بأن هذا هو الوقت الأنسب للتحول الرقمي وممارسة التجارة الإلكترونية، الأمر الذي أصبح حتميا للشركات التي ترغب في البقاء والاستدامة والتطور، حيث يشكل قطاع المعارض الرقمية قطاعا واعدا وتوجها جديدا للابتكار لاحتوائه على الكثير من محفزات التطوير والإبداع. ونتطلع في الفترة القادمة لاستقطاب المزيد من المعارض والمؤتمرات الرقمية لتكون مملكة البحرين مركزا جاذبا بالمنطقة لما تتمتع به من مؤهلات الاستقطاب لشريحة أكبر من المنظمين والمشاركين من مختلف دول العالم. ختاما أود أن أشكر شركة هوميز الشرق الأوسط على تنظيم هذا الحدث، وأتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح في أعمالكم، ودمتم في رعاية الله. طبعا هذه كلمة سعادة الوزير، وزير طبعا الصناعة والتجارة، أكيد كلمة وايد حلوة وخبر وايد حلو. هاي المتجر يعني راح يساعد الاقتصاد البحريني مثل ما تكلم وقال، وراح نشوف هذه المتجر إيمان مثل المتاجر اللي في العالمية اللي نشتري منها دائما، وهذه راح يساعد المحلات الصغيرة اللي في البحرين والمشاريع البحرينية وتشجع البحرينيين أن هم يشترون من هذه المتجر. أكيد شيء وايد حلو يعني، خبر وايد حلو. الحلو حمد إن هاي يعتبر يعني الأول من نوعه في مملكة البحرين، نفس ما ذكر سعادة الوزير إن دور الوزارة اليوم إن هي تساند وتساعد المحلات لتنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة، وحلو لما نشوف هذه النوع من الأمور قاعدة تحصل خلال هالفترة. فعلا يمكن أصحاب المتاجر راح يهتمون الكثير في هذا التطبيق، وأكيد هذا المعرض وهذه الأمور اللي راح تكون مهمة لهم. يعني مو ما أقدر أنتظر إن نشتري بسرعة من المتجر ونشوف شنو الأشياء اللي فيها.
الجديدة المختلفة، الأشياء الجديدة أتوقع فيها بعد يعني منتجات بحرينية بتصير. صح. يعني في لها أبعاد كبيرة، أتوقع شيء وايد حلو. لكن الحديث أكثر حول هذه المعرض اللي يعيد تجربة ومزايا معارض التسوق الشعبية اللي تنظم في مملكة البحرين سنوياً ويرتادها عشرات آلاف الزائرين. إلا أن الفرق الوحيد بين هذا المعرض وتلك المعارض أن معرضنا هو رقمي، بالإمكان المشاركة فيه إلكترونياً عبر أجهزة الهاتف والآيباد والحاسوب، مما يوفر الوقت والجهد ومزيد من الراحة للزبائن. الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة هوميز. صباح الخير. صباح الخيرات، حيا الله أستاذ حمد والأخت إيمان، أهلا وسهلا. يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذ. يعني في البداية ما شاء الله إحنا جدا سعيدين بهذه التجربة اللي هي تعتبر الأولى من نوعها في مملكة البحرين، لكن خلينا نتكلم عن دور يمكن الوزارة في احتضان هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ودور طبعا شركة هوميز في هالموضوع. والله طال عمرك الأخت إيمان، هذا السؤال طيب ومناسبة سعيدة. ودور مثل ما ذكر سعادة الوزير الأستاذ زايد بن راشد الزياني، دورهم كان صراحة محوري في تشجيعنا وتحفيزنا إلى الأمام. وأنتم تعرفون أن كل اللي ذكرتونا ووصفتونا ما شاء الله في البرنامج قبل شوي هو جزء من الاقتصاد الرقمي. نعم. اليوم الاقتصاد الرقمي طال عمركم في الـ في الـ في, الـ في الاقتصادات المتقدمه، اتكلم عن الولايات المتحده، عن اتكلم عن الصين، عن كوريا الجنوبيه، عن اليابان. هذا القطاع يمثل اليوم اكثر من 7% من الناتج القومي، ناتج المحلي القومي. فاتكلم انا عن عدد يعني عن نسبه كبيره من الاقتصاد. الاقتصاد الرقمي طبعا يقوم على دعامات كثيره. وجودنا اليوم بنجاحنا ان شاء الله في هذا المهرجان التجاري اللي يصير اليوم هو ترجمة فعلية حقيقية للسياسة الاقتصادية اللي صيغها وديرها باقتدار صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين. لأن الوزارة اليوم قاعدة تترجم رؤيته الاقتصادية وسياسة الاقتصادية وإدخال البحرين كدولة عربية رائدة في بوابة الاقتصاد الرقمي. احنا نتكلم عن نموذج عمل رقمي ذكي، هو نموذج عمل هوميز يشبه يعني في طريقة عمله واعتماده على التقنية الرقمية مشاريع مثل أمازون، مثل أوبر، مثل إير بي إم بي، مثل علي بابا. هذا يعني هو سوق حقيقي فعلي. هوميز هي سوق رقمي فيها متاجر، فيها بضاعة، فيها بيع، فيها شراء. لكن النموذج العمل هو ذكي، يعتمد على التقنيات والإمكانات الرقمية ويغير قواعد اللعبة بحيث أن احنا ما نحتاج، مو بالضرورة يكون عندنا متجر فعلي مبني موجود. يعني اليوم المتجر اللي في جلالي من خلال هوميز يقدر يبيع في الرفاع. صح. المتجر اللي في شارع البيع يقدر اليوم يبيع في المحرق. البزنس المحلي العائلة، يمكن البزنس العائلي الموجود في سترة يقدر يبيع في شارع البيع. النماذج الأعمال الرقمية الذكية تغير قواعد اللعبة. يعني عندها قدرات هائلة في الوصول. يعني هوميز، يعني مثال بسيط، هوميز طبعاً هوميز ترى بدأ بس من 3 سنوات ونص وأسست، هو يعني هو مشروع مؤسس بحريني، وأسست مؤسسة بحرينية اللي هي مجموعة السلام. مؤسسة السلام نفسها يعني مؤسسة بحرينية عريقة صار لها 45 سنة، وما شاء الله يعني هم الرواد في توزيع المكيفات والأجهزة المنزلية. أسسوا من 3 سنوات ونص تقريبا. اليوم ما شاء الله يعني المبيعات التراكمية لهوميز تجاوزت 2 مليون دينار، وعندنا الحمد لله نمو شهري في عدد الزبائن والمبيعات بمعدل 13% شهريا. عندنا 45,000 زبون في البحرين اليوم، معناته أن هوميز دخلت آلاف المنازل في مملكة. صحيح. البحرين. فطال عمرك أن الهوميز هي سوق حقيقي، يعني سوق بالمعنى الفعلي. في عندنا مئات المتاجر والمؤسسات التجزئة في البحرين، وعندنا مثل ما ذكرت 45,000 زبون حتى الآن مسجلين. وإحنا شفنا ريادة وعدم حقيقي لمسناه في وزارة الصناعة والتجارة بقيادة معالي الوزير،
واحنا يعني كمشروع بحريني يقوم اليوم على سواعد 40 من الشباب البحريني، من الشباب البحريني، وهذا شيء اكيد لن تتاكدون لأن عليه. هو ميز مشروع بحريني بحت، صح، يعني حتى الديفلوبمنت والسوفت وير والتقنيات هي بحرينيه، مؤسسه بحرينيه. نوظف اليوم 40 شاب اعمارهم ما تتجاوز من 30 ل 35 سنه، وما شاء الله يعني ما قلتلك النجاح عندنا في زياده الزباين والمبيعات شهريا نوصل 13%، يعني لو تاخذينه بمعدل سنوي احنا نوصل بسهوله الى 150%، وهذا ما يعني خلانا نفوز بكثير من الاطراء والاشاده من حكومه البحرين، خاصه خلال الاسابيع الاولى من ظهور جائحه كورونا. نعم، يعني استاذ ابراهيم ودي اسالك اليوم افق تجربه هوميز مع وزاره الصناعه والتجاره والسياحه على سوق البحرين للمشاريع المستقبليه، شلون تشوف هذا التعاون ما بينكم وبين ايضا الوزاره في هذا المشروع اللي عدي طبعا الاول من نوعه في المملكه، ونفس ما ذكرت وقلت انه هو بحريني بحت، مشروع بحريني. الوزاره دورها محوري طال عمرك الاخ ايمان، لان انت على اساس تسوي اقتصاد رقمي انت بس ما تقدر تجيب اي بزنس واي كوميرس، يعني اعمال تعتمد على التقنيه، يجب يكون في استراتيجيه اقتصاديه مبنيه على الاقتصاد الرقمي، يجب يكون في بنيه تحتيه قويه وحديثه للاتصالات، يجب ان يكون في تقنيات ماليه نفس الفنتك. اليوم الوزير ما شاء الله عليه احتضانه الى هوميز ومشاريع اخرى، هو قاعد يفعل هذه الرؤيه الاقتصاديه لحكومه البحرين طبعا، وهو اعطانا حافز كبير الصراحه ان ننطلق ونحط كل هالاستثمارات وهالجهد المطلوب في انجاحها. وما في شك هو انه يتيح للتاجر المحلي قدره هائله للوصول، يعني بدل ما عندك مخبز او محمصه أو سوبر ماركت تخدم منطقة جغرافية محدودة في البحرين، فهو اليوم يقدر يوصل إلى كل البحرين، بل بالعكس طال عمرك اليوم هوميز كمنصة على مستوى الوطن في البحرين في مؤسسات دولية، في مصنعين دوليين يبون يوصلون للبحرين، فهوميز هي بوابتهم للدخول للبحرين. وهذا الشيء يعني اللي انتم دائما تركزون عليه يمكن في هوميز، يعني ما شاء الله ذكرت عده فوائد راح تفيدنا احنا كبحرينيين، كايضا كاصحاب مشاريع، كايضا مستهلكين في هذا التطبيق، تطبيق هوميز يمكن الكثير راح يستفيدون سواء كانوا في مملكه البحرين ولا خارج مملكه البحرين. اكيد نشكر هذه المداخله الاستاذ ابراهيم خليل ابراهيم نائب رئيس مجلس اداره هوميز، كل الشكر لك على هذه المداخله. يعني فعلا حمد قاعد يذكر شغله جدا مهمه، يمكن امس ايضا من خلال البرنامج الاذاعي اتصل يعني سعاده وزير الصناعه والتجاره والسياحه وذكر شغله، قال ان خلال الفتره الجايه راح تشوفون اقتصاد البحرين راح يختلف، راح يشهد تطور ملحوظ، والحلو انه هو يدعم الشباب ويقول لهم حق الشباب دخلوا المشاريع، يعني اشتغلوا في العمل الحر، سواء كنتوا تبون تركزون فقط على المنطقه اللي في البحرين ولا خارج مملكه البحرين، فالوزاره اكيد تقدم الكثير من الخدمات، وهذه واحدة من الخدمات اللي اليوم قاعد نتكلم عنها هو تطبيق هوميز. صح، نتكلم بعد يمكن إيمان بضيف نقطة على موضوع الوقت اللي احنا فيه، صح، ان الاقتصاد الرقمي هو صار من اهم الاشياء اللي بيرفع الاقتصاد البحرين خصوصا في ازمة كورونا الحين، فتوقيت حتى المتجر والمعرض توقيته وايد ممتاز، مناسب جدا، مناسب جدا وراح يرفعنا، فاكيد خبر حلو. لكن ننتقل مثل ما عودناكم كل يوم خميس راح نتعرف على حرفة امتهنها أهل البحرين منذ القدم، زميلنا عبد النبي الجردابي جهز لنا تقرير اليوم حول مهنة البحار وصيد السمك، خلونا نتابع مع بعض هذه التقرير. من سنين لحتى اليوم المواطن البحريني يسعى وراء لقمة العيش سواء كانت على الأرض أو في الجو أو داخل البحر، واليوم راح نروح رحلة بحرية حتى نتعرف فيها على أهم وأبرز طرق صيد الأسماك في البحرين. من نعم الله على مملكتنا الغالية أحاطها بالبحر من جميع الجهات، والحمد لله بحرنا مليء بما يؤمن الرزق لكل فرد بالمجتمع، ومن هني اتجه الكثير إلى حرفة صيد السمك وأبدعوا في اختراع طرق عديدة للصيد مثل الشبك والغزل والسالي والحضرة والقراقير. يدودنا هم اللي علمونا على البحر وعلمونا على الحضور، شلون نسوي الحضور وشلون ناخذ مقاسات الحضور، الحضور لازم قياس
وتقدر تسويها وتركبها وتشبحها. أول شيء طبعاً تشبحها وتركب لها الحديد وكل شيء، وبعدين تجيب السيم واللي يريد وتركبها كامل. والحضرة طبعاً الصيد كل أنواع السمك. هذا الحضور وهذا يومياتنا، إحنا كل يوم الصبح نقعد وني على البحر ونشوف إذا أثبرت الماية، حولنا حق الحضرة طبعاً ننظفه من الوسخ وننظفه بالبروشات عأساس إن السمكة تدش عليها. أما إذا كانت الحضرة واسخة من الشبه ولا غيره ما يدش عليها السمك. اي على هذا البحر وهذا اللي ربينا عليه سنين، واحنا نخدم في هذا البحر من يوم اجدادنا وابهاتنا علمونا وعلمونا على الخير اللي في البحر، وعلمونا شلون نلتقط ارزاقنا منه. ابوي الله يرحمه في ذيك السنين في السبعينات، وأنا كنت طفل عمري 12 سنة، أدش يا البحر ونصيد، وصيدنا نورد شيء حق البيت وشيء حق السوق، عشنا كذي. والحين يا الوقت اللي نربي أجيالنا ونربي عيالنا عليه. الصيد في البحر يحتاج شجاعة وتحمل وصبر، بدءا من التوكل على الله والاستعداد في الفجر وترتيب العدة في البيت، وعقبها التوجه للشاطئ وتجهيز الطراد والتأكد من سلامته والدخول وسط البحر. احنا البحار نقعد من الصبح نرتب حق دشة اليوم، ونين ننظف الطراد ونجمع كل أجهزتنا، نطلع من هني سيدة نروح حق القراقير نباريهم، نشوف لا الله مخبي لنا ناخذ رزقنا منهم، وبعدين نروح نحرق. الحمد لله دوما وأبدا على أصالة الشعب البحريني بمحافظته على تراث حرفة صيد الأسماك واللي أبدع وطور فيها، لكن نلتزم بمبادئ الصيد الصحيح حتى توصل هالنعمة اليوم لنا، واحنا بدورنا واجب علينا نسلمها للأجيال القادمة. أكيد نشكر زميلنا عبد النبي الجردابي على هذا التقرير الجميل والممتع. دائما يمكن زميلنا عبد النبي يبدع في التقارير اللي يسويها ويعرفنا على حرفة جديدة في مملكة البحرين، وتكون مختلفة بعينه وبعين هذه التقارير الجميلة اللي نشوفها من خلال عبد النبي الجردابي. مشاهدينا ننتقل إلى فقرتنا التالية اللي تختص بالصحة التجميلية. راح نتكلم اليوم عن موضوع يهم شريحة كبيرة من البنات، وهو توريد الشفايف والتخلص من التصبغات حول الفم وطرق العناية المنزلية مع الدكتورية، مع الدكتورة رانيا كايت طبيبة أمراض جلدية وتجميل. صباحك الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيك دكتورة. صباح الخير، أهلا وسهلا. يا هلا فيك دكتورة. يعني اليوم بنتكلم عن موضوع فعلا مهم يمكن يزعج الكثير من الفتيات، اللي هو تصبغات حول الفم. وشنو أسباب التصبغات دكتورة في البداية؟ ترى مو بس الفتيات، الحين شفنا حتى الرجال صاروا يشتكون منها. الأسباب كثيرة طبعا، بس نبتدي بالأبسط منها وهي سوء التغذية. كثير من الفيتامينات وحتى المعادن بالذات الحديد لما يصير فيه نقص، سبحان الله الله يعطينا ساينز على الجلد، من ضمنها منطقة السويداد. هاي المنطقة الناس مثلا اللي عندهم إكزيما أو جفاف ممكن تصيدهم تصبغات أيضا في هذه المنطقة. أحيانا حتى أشياء إحنا قاعدين نحطها، الحمرة أبسط شيء الاستخدام اليومي، وإنتي عندش حساسية منها
مع الوقت راح تسبب لش اسوداد في هذه المنطقه. ممكن الحمره تسبب الناس اللي عندهم حساسيه من ماده معينه موجوده في الحمره؟ نعم ممكن تسبب. معجون الاسنان، معجون الاسنان الفلورايد، ماده الفلورايد اللي موجوده فيه لو صادت الجلد وانت عندك اوريدي حساسيه ممكن كذلك تسوي لك الرجي او تحسس، وبالتالي راح تسوي تصبغات. الشيء الاهم طريقه ازاله الشعر، احيانا الخيط الحلاوه الطريقه اللي ينتف فيها الشعر، وفي ناس حتى يستخدمون الكيميكلز على هذه المنطقه، ممكن كذلك تسوي اسمرار في هذه المنطقه. يعني في عوامل كثير ممكن تسبب الى اسمرار هذه المنطقه، ويمكن ينزعجون منها الكثير سواء البنات او الناس ما تفضلتي قلتي. وفي الرجال. في بعد نقطه نسيناها، الحين الكل صار يتجه الى موضوع تبييض الاسنان، صح؟ فعاده يا احماض يا ليزر يستخدم لتبييض الاسنان. الاحماض ممكن لو اصابت الجلد بعد تسوي لنا اسمرار في هذه المنطقه، تعامل معامله الحروق على فكره. عشان كذي يمكن دكتوره وقت اللي يسوون تبييض الاسنان دائما يحطون القطعه قبل ما يبلشون، صح؟ في هذه العمليه. يعني دكتوره ما شاء الله ذكرتي الكثير يمكن من مسببات الاسمرار حول الفم، خلينا نتكلم شلون ممكن انا اعالجها. يعني ما انت قلتي يمكن طريقه الحفاف تختلف يمكن، وايضا يمكن من معجون الاسنان، من ايضا الروج نفسه او الحمره، يعني كثير من الاشياء اللي يمكن الفتيات ما يقدرون يستغنون عنها، او يمكن حتى ذكرتي موضوع الجفاف. فشو ممكن اعالج هذه المنطقه بحيث انه ما يتم هذا الاستمرار يكون معي اكثر ويعلم عليه اكثر؟ اذا عرفتي السبب بتعالجينه او بتوقفينه، تعالجتي الموضوع كامل. مثلا احنا ندري ان طريقه ازاله الشعر هي اللي قاعده تسبب لي الموضوع، فنغير طريقه الازاله. مثلا نتجه الى موضوع الليزر. فرضا الحمره اذا عندك حساسيه منها تلجئين الى اسباب ثانيه. الجفاف معناته نتكلم عن الترطيب. نحط في بالنا ساعات احنا عادات قاعدين نسويها يوميا في البيت بعد تسوي لنا اسمرار في هذه المنطقه. مثلا في بنات واجد عندهم عاده نتف الشفايف، ترى مع الوقت بتلاحظين ان المنطقه يبتدي يتغير لونها. انا ما اتكلم بس حول الفم، حتى ترى لون الشفايف نفسها راح يتغير. كثرة لمس الوجه، وهذه عند ناس كثير، والحين الماسك ترى حماننا شوي وخفف هاي العادة، بس كثرة لمس الوجه، أنت كمية بكتيريا موجودة على الإيد أول ما تلامس الوجه ممكن تسوي لنا عدوى، وهذه بروحها تسوي تصبغات. يرتبط من الأسباب. الشيء الثاني، ناس كثير مثلا اللي على الرأكيتين أو اللي عندهم جفاف في منطقة الشفايف يستخدمون اللعاب لترطيب الشفايف. صح. اللعاب داخل الفم ما منه مضرة، اول ما يطلع برا يشتغل كحمض فيسوي لك حروق. صح، فعشان كذي دائما يقولون يعني الجو للكريمات او الجو للمرطبات الترطيب تكون افضل. نعم. دكتوره الحين بنعرض صور على الشاشه، ويا ريت لو تتكلمين اكثر عن هذه الصور وتعطينا معلومات اكثر عنها. هذه الصوره يعني هذه مريضه على الرأكيتين، فالجفاف قاعد يسوي لها هذه المشكله، وقاعدة تلجأ إلى ترطيب المنطقة مثل ما قلنا باللعاب. فلو تلاحظين الكورنر دائما يبتدي أول مكان تبتدي فيه تغير اللون. صح. طبعا لازم يعني المريض بنفسه يلجأ إلى الترطيب اليومي، وهذا بخفف 100% من الأسوداد أو الإسمرار. النقطة الثانية، دائما نحاول واقي الشمس المرطب الشفايف يكون فيه SPF، والحين في كثير ماركات. كثير صح من الماركات والبراندات. هذه الصوره الثانيه هي نفس الصوره الاوليه دكتوره. اي بس توضيح ان حتى لون الشفايف ابتدى يتغير لونها. قاعد نلاحظ نشوف يعني فرق بين يمكن الشفه العلويه والشفه السفليه. وهذه الصوره هي تشققات الشفه، صح؟ هذه يمكن اللي احنا نقول دائما استعملوا الترطيب، لا تستعملون اللعاب في ترطيب المنطقه. واجد مهم. ترى حتى نوعيه الترطيب او المرطب اللي نستخدمه بدون يعني ذكر البراند نفسه، بس مادة البتروليوم في ناس كثير يلجؤون لها، هي ما ترطب، هي مجرد عازل. فأنت لما تحطينها على شفاة مرطبة بتحافظ على الماء داخل اللاي، بس ترى هي ما ترطب. أوكي، فممكن تستخدمينها مثلا بالليل قبل لا تنامين، يس ممكن تساعدكم كثير، بس مو كترطيب يومي. ونحط في بالنا لما تحطين مادة البتروليوم وتتعرضين للشمس بالعكس تتفاعل وبتسوي لك اسمرار زيادة.
فننتبه من هذه عشان كذي يمكن دائما يقولون دكتورة لجؤوا للطبيب عشان يعطيكم يمكن مواد المختصة ما تستعملونها من غير استشارة. طبعاً طبعاً. دكتورة يمكن كثير من البنات يعانون يمكن من يعني اسمرار الشفة، شلون طريقة توريد الشفايف عندكم يمكن بالأجهزة التقنية الحديثة الطبية؟ أنا دائما أقول كلمة توريد خدعة. أوكي، ما في شيء اسمه توريد. الهدف الأساسي هذه خدعة تجارية سووها عشان يستقطبون الناس، بس إحنا ما عندنا مثلا إبرة وردية قاعدين نحقنها أو ما عندنا فرشاة قاعدين نغير اللون، إحنا نزيد من ترطيب الشفاة بذلك تصير نظرة أكثر فيصير لونها وردي أكثر. هاي الفكرة الأساسية. ففي حقن، وعادة الحقنة تتكون من هايلورونيك أسيد بس مفكك، فما يعطي فوليوم، ما يعطي حجم، يعطي فقط ترطيب، يشتغل كأنه سفنجة يسحب ماء. فهذه الفكرة الأساسية من إبرة التوريد. بس في طرق ثانية، مثلا أجهزة الليزر، الفراكسل، الاي بي ال، الكيو سويتش، هذه كلها أجهزة ليزر تستخدم لتوريد لأن نحارب الصبغة نفسها ونخففها. ممكن تقشير المنطقة أكثر. طبعاً ممكن تقشير كذلك. هاي الفكرة الأساسية من الإجراءات اللي تتسوى في العيادة عشان توريد الشفايف. دكتورة تكلمي يمكن على العادات الخاطئة اللي يسوونها يمكن البنات أو الفتيات في عشان نشوف هذه المنطقة يكون فيها اسمرار أكثر. بالنسبة حق الرجال أكيد هناك أيضاً عادات تسبب لهم اسمرار حول الفم أو حتى حوالين الشفة. بيزعلون مني. ليش؟ تدخين. رقم واحد التدخين ممكن يأثر بشكل سلبي وكثير على اسمرار المنطقة. جدا التدخين من أهم. وفي ناس يقول لي لا دكتورة بس أنا أستخدم المبسم أو الهاي، نفس الشيء. المادة للحين أو الدخان للحين قاعد يلامس الشفايف، ممكن أصلا عندك ألرجي من البلاستيك اللي قاعد تستخدمه، فهذا بحد ذاته يأثر على المنطقة. الرجال مستحيل تقولين لرجال استخدم كريم ترطيب، ما يستخدمون. صح. أوكي، يقول إيش بيسوي لي لمعة، يسوي لي ما أدري شنو، فما يستخدمون الترطيب وهاي بعد يأثر عليهم. يعني يختلف، إحنا دائما نقول يعني هم لازم يعرفون شنو العادات اللي يسوونها تكون صحيحة. ترى معظمهم يلاحظون بس في بعضهم يتغاضون شوية. في بعضهم بقولش حتى الأكل اللي كثير فيه بهارات وسبايسز وهاي ممكن يسبب، ويقولش عقب ما أكلت لاحظت إن هاي المنطقة زاد اللون. بس يعني العادات الخاطئة يعني لازم يتم تغييرها. يعني فعلا دكتورة أكيد نشكر تواجدك دكتورة رانيا كايد وشرفتينا واستفدنا منك خلال هذه الفقرة إن كيف يمكن نحافظ على صحة الشفايف وتوريد الشفايف أكثر، وركزتي على الترطيب. أكيد نشكر تواجدك. شكرا دكتورة، يعطيك العافية. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير وبعدها راجعين مع باقي محطات صيف البحرين، خلكم ويانا لا تروحون بعيد. عودة مشاهدينا من بعد الفاصل. الدكتورة جميلة الوطني هي كاتبة وروائية بحرينية، لها العديد من الإصدارات والقصائد الغنائية اللي تطرب مسامعنا. خلونا نتعرف عليها أكثر. صباح الخير دكتورة، مشرفتينا اليوم، وعندك أشياء حلوة، كلمات حلوة وكتب حلوة بعد. إن شاء الله. يا هلا يا مرحبا فيك دكتورة، احنا سعيدين بتواجدك اليوم. نفس ما قال حمد يعني ما شاء الله لك كلمات جميلة وكتب أيضا جميلة. خلينا نتكلم شوي دكتورة معاك عن المراحل اللي مرتي فيها في الكتابة بشكل عام. في الحقيقة يعني يمكن أتذكر إن أنا بدأت أكون شغوفة بالكلمة من الثانوية. ما شاء الله. يعني يمكن ثاني ثانوي، احتمال يكون ثاني ثانوي أو أول ثانوي، بس هو أكثر شيء ثاني ثانوي. في المرحلة الثانوية. في المرحلة الثانوية، وشعرت بأن الكلمة عندي كان لها يعني ذوق ورنة، فظليت أكتب بعض الخواطر قد لا تصل إلى الذوق أن هي تكون في كتاب، لأن هي تحتاج إلى نضوج أدبي، نضوج في يعني الكلمة الجميلة. نعم.
ولكن في الأخير أني أطلقت عليها خربشات حتى إصدار هذا الكتاب. فكانت دائما في يعني كلمتي أنا أقول أنا أكتب خربشات فاستمرت من الثانوية لحد هذا الفترة قبل إصدار هذا يعني شو اسمه الكتاب بأن سميته خربشات، ولكن الآن هو موجود بديوان شعر اسمه بهذا الوهج ما شاء الله. من خربشات إلى كتاب فعلي موجود على أرض الواقع. نعم. جميل. طبعا كان في تشجيع من بعض الكتاب البحرينيين إن لا يعني لا تظلين بس تكتبين مجرد يعني في الانستغرام أو الفيسبوك، وإنما أصدري. فطبعا لأني عضوة بأسرة الأدباء والكتاب في البحرين فكان لابد أن يكون لي إصدارات، فأصدرت هذا الكتب. جميل. دكتورة تكلمتي عن موضوع أن الكتاب دائما يبتدون بموضوع الخواطر، يكتبون خواطر وبعدها شوي شوي يتطور لين يصير يقدر يكتب كتاب، ويعني يمكن يكون شاعر ويصير كاتب في النهاية. نعم. خلينا نتكلم عن موضوع، أنت دكتورة تأثرتي بمين وأنت صغيرة؟ يمكن قلتي كنت أكتب خواطر، هل في ناس تأثرتي منهم، ناس حسيتي أنه والله ممكن أخذ منهم كلمات، ممكن أستفيد منهم، مثل أعلى مثلا؟ شوف بالنسبة إلي أنا ممكن أقرأ كل ما يأتي في يدي، الكتاب الجيد وإن كان الكتاب سيء، لأن في الحالتين أنت تستفيد من تجربتين. من تجربتين، يعني السيء أنت تحاول أن تتفادى ما هو غير الأخطاء الأخطاء المرتكبة فيه، وأيضا الجيد هو يفرض نفسه على الساحة طبعا، بأن هذا الكاتب تلك الرواية أو ذلك الديوان بيكون شيء ممتاز وبالتالي يكون في اليد. إذن هو في الأساس تجربة، وهي تجربة تحتاج إلى فترة طويلة حتى يكون فعلا يعني الكاتب. أنا كنت قارئة دون أن أكون مثلا خلنا أقول صادرة كتب، أو إنما لما كنت أقرأ قد أستوعب أن هذا الكتاب قد يفيدني أو لا يفيد. لا يفيد. ولكن تأثر طبعا كثير من الكتاب البحرينيين في الشعر، تأثرت بكتاب قصص، وبالتالي حتى الكتب المترجمة تنقلك من من المنطقي يعني من المنطق إلى الدولي إلى الغربي، الأدب الغربي. فهذه هي الاطلاعات. طبعا كان من قبل ما ممكن متوفر الكتب المترجمة الغربية، يعني طبعا كنا في نطاق ضيق في يعني، ولكن مع الوقت استطعنا أن نحصل على تلك الكتب المترجمة واستفدنا منها كثير، وبالذات يعني مع معارض الكتاب الكثيرة اللي قاعد نشوفها بشكل مستمر في مملكة البحرين. نعم. دكتور احنا ودنا نسمع منك يعني شيء من الخواطر اللي كتبتيها. نعم. ودنا نسمع شيء جميل من الصوت. طبعا اولا يعني انا ما قدرت اشكر القائمين على هذا البرنامج صيف البحرين، و وكنت وعندي طبعا برقية تهنئة إلى بلدنا هذه الحبيبة وشعبها الطيب هذا. كنت أتمنى أن أقدم لهم قصيدة، أقدم للبحرين قصيدة قصيرة جدا بحكم الوقت اللي موجود عندكم، ومن أصلا من الديوان يعني. هي اسمها شموع العمر. بين شمسها وقمرها وشموعي سنواتها جذابة كنواعير أنهار الحضارة التي كانت وما زالت تلعب الريح بعنفوان حاضرها وماضيها الممتد من سلالة قلقامش حتى أعتاب القيامة. هي طبعا يعني كلمات بسيطة إلى بلدنا البحرين. طبعا أنا عندي قصائد كثيرة طبعا، عدد الصفحات ما شاء الله 175 صفحة يعني. ما شاء الله. وعندك إصدارات يعني كثيرة أيضا متميزة، نعطي يعني الإصدارات الأخرى حقها. نعم. دكتورة عندنا صورة نبيك تعلقين عليها، نحطها لا تشحين توقع الكنترول. الله. علقي يعني تعليقك عليها. يعني هاي صورة في الحقيقة يعني كل سعادة فيها. هاي بالنسبة إلى إصداري الثالث. طبعاً أصدرت في على أساس إنه راح يدشن في بالأحرى سوري إصدار الثاني راح يدشن في معرض الكتاب في البحرين. هاي سيرة ذاتية إلى الوالدة رحمة الله عليها. الله يرحمها. فأسميتها بنفس الاسم، هي اسمها التعبة. هاي تكابلت عليها الظروف مثل أي امرأة بحرينية، ولكن بالنسبة إلى الصورة وصولها إلى البيت كان هو المحفل
الداخلي اللي انحرمت فيه من المعرض، ولكن بالنسبة لي الفرحة الداخلية كانت أعلى من أن تكون وأكبر من أن تكون في المعرض فقط، فكانت لي سعادة كبيرة جدا. ولأن هي كانت مغلفة ببلاستيك ونايلون فوضعناها في على أساس دخلت كورونا وبالتالي عقمناها بالنايلون وكذا، فكانت بالنسبة لي هاي صورة تعبر عن المعنى الحقيقي إلى هذا الكتاب، فيها عمق هذا الكتاب كله تشوفينه من خلال هذا الصورة. نعم، لأن هذا الكتاب صحيح هو بالنسبة إلى سيرة ذاتية إلى الوالدة، ولكن في الحقيقة هي تأتي يعني يعبر عن تاريخ في منتصف خلينا نقول من الأربعينات من القرن العشرين. نعم. تاريخ زمني ومكاني إلى المنطقة، منطقة المنامة اللي هي النعيم، إحدى مناطق المنامة. فكانت هي ليست فقط تتحدث عن امرأة وعانت وإلى آخره، لا، وإنما كانت هذا عبارة عن تاريخ سردي في المكان ووصف الطبيعة اللي موجودة في تلك المنطقة التي عاشت فيها، السواحل اللي فيها، النخيل اللي كانت موجودة، اللي دائما البحرين هي تتمثل فيها ومخضراتها اللي كانت أكيد. موجودة في الأربعينات حتى الآن. نعم. يعني دكتورة ما شاء الله إحنا قاعد نشوف في اختلاف في الإصدارات اللي تصدرينها، فيها خواطر، فيها شعر، وفيها سيرة ذاتية. نعم. لكن وين تشوفين نفسك دكتورة أكثر؟ هل في كتابة السيرة الذاتية أم القصص أم الروايات أم حتى الأشعار؟ شوفي، يعني أنا أقدر أقولش إن القصة قد يكون إليها مجال طويل جدا وأوسع في التعبير، التعبير المشاعري، التعبير في الأخذ حتى في الأمكنة في الأزمنة، ولكن بالنسبة إلى الشعر هو أساس ذوق داخلي ممكن يعبر فيه الشاعر، رغم قصر يعني ممكن تكتبين 200 صفحات هي قصيدة واحدة، ولكن دائما تكون فيها تفاصيل، يمكن يكون في التفاصيل تأتي أكثر، هي أكثر بلاغة، الشعر الكلمة فيها أكثر بلاغة، والكتاب القصة ولا الرواية أي نوع من الكتب الأخرى هي فعلا تكون ذات معنى كبير ومتوسع، ولكن بالنسبة لأقرب إلى نفسه هو الشعر، بالرغم أن ممكن أن يعبر فيه عن ما يجول بخاطري ومشاعري هي أكثر إلى قريبة الشعر. نعم، لأن بدأت في الشعر. بدأتي في الشعر. بما أن تكلمت عن الشعر يمكن خلينا نتكلم عنه أكثر. الشعر صار يعني منتشر بشكل كبير خصوصا في السوشيال ميديا، يمكن الشعراء زادوا، أكيد مو بالكل بنسميه يعني أنه هو كاتب وشاعر، ولكن يمكن أحياناً واحد يكتب شيء هو مثلاً هواية بالنسبة له يكتبها كشعر. فأنت برايك شلون تشوفين المجال، مجال الشعر الحين سواء في البحرين أو الخليج أو حتى الوطن العربي، إيش قد تطور وشلون يضيف لك هذا الشيء؟ شوف، هي بدأ الشعر كلاسيكي، تعرف الله هو دائماً ينتهي بنفس الحرف أو بنفس الكلمة، القافية يعني القافية، ولكن الآن فيها الحداثة، وأنا طبعاً من 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 جماعة الحداثة، يعني اللي هو مجالي أنني أكتب شعر حداثي أكثر ما، وعندي القصائد الكثيرة الكلاسيكية، ولكن أنا أميل للحداثي تماماً لأن فيها من الحرية في الكلمة. الشباب الآن ممكن عندهم ذوق كبير جداً، وعندهم الكلمة تطوع وعندهم من البلاغة، ولكن تحتاج إلى قراءة مطولة، تحتاج إلى معطيات أكثر، تريث أكثر، القراءة أكثر من الكتابة، وما بعد ذلك الكتابة. الشباب ما شاء الله عليهم جداً راقين، ولكن في الأخير سواء أني أو حتى الشباب أو أي كاتب آخر، دائماً اللي في يده هو الناقد القارئ، صح، هو المختبر الحقيقي، العدسة الحقيقية إلى الكتب والإصدارات الموجودة أو حتى سواء في السوشيال ميديا أو أيضاً الموجودة ورقياً. إذن هي في الأساس موجود فيها النقاد والقارئ. أنت لما جي تقرأ كتابي تقول والله أنا يعجبني كتاب دكتورة جميلة، أو لا أنا أشعر بأن الكتاب القارئ الفلاني أو الكاتب الفلاني هو الأجمل أو الأفضل، وهكذا يعني. يكون في اختلاف دكتور أكيد في الأذواق، في الذوق، في الذوق طبعا. يعني الكثير مثلا ما يعجبهم الحداثة، أو في الكثير الآن ما يعجبهم الكلاسيك. مثلا شباب الآن لا يستطيع أن يتذوق كثيرا، لأن القصيدة الحداثية تكون أكثر أوسع وذوقا وأسرع لهم من وفي الفترة الأخيرة فيها انتشار أكثر. نعم، يعني نعم. شيء سريع
وما ناخذ وقت وايد. نعم يعني دكتوره اكيد قبل ما نختم معك هالفقره ودنا بعد نسمع الشعر ثاني اذا ما عليك عشان تسمعين. نعم نعم شيء جميل في هذا الصباح الجميل بهذا الوهج احيا. هو اصلا بالنسبه لي لان انا اهديته الى اولادي الاثنين هشام وارم. الله يخليهم. تسلم لي. فانا راح اقرا تسمح لي قصيده اهديتهم لها لهم. طبعا هي في مقدمه اسمها مداد يستنطق القلب، هي المقدمه او الاهداء، ولكن انا ممكن اقرا لكم عطايا السماء. انا بالنسبه لي هو ارقى واسمى الحب، هو الحب القداسه الامومه. بالنسبة لي راح ألقي هذه القصيدة وأيضا قصيرة علشان بس وقتنا ووقتكم. أي خفق لكما هنا ينداح على الروح فيشغلها، إن العالم فيكما مختزل بين طيات أذرعي وشهقات أنفاسي، يرف الطائر فوق سماواتي، فعطايا الله سماء أخرى أشتاق لها، فيذهب بي حلم متقد وسط شغاف لا ينسى، حيث أنتما ستكون أجمل. الله. طبعا هاي لها أولاد الاثنين. يا سلام. تسلم. الله يحفظهم لك ويحفظك حبيبتي. أكيد نشكر تواجدك وحضورك معنا. طبعا أنا عندي أيضا هذا الكتاب الثالث إن شاء الله يكون موجود تحت ذوقكم. حبيبتي دكتورة أكيد إحنا نتشرف فيك وسعدنا في هذه اللقاء معك وفي هذه الاستضافة، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق على أمل إن شاء الله نلقاكم في معرض الكتاب إن شاء الله في مملكة البحرين. فعلا يمكن تأجل خلال هذه الأوضاع الراهنة، بس أكيد إن شاء الله بيرجع. نعم. ونشوف جميع إصداراتك في هذا المعرض بإذن الله. يا رب إن شاء الله تكون إصدارات قادمة أيضا في العام القادم ونهديكم إياها إن شاء الله. شكرا لك دكتورة، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين مع باقي فقراتنا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، ومثل ما عودناكم كل خميس يكون عندنا فنان، والفنان اللي معانا اليوم فنان قدير واحد من أهم الشخصيات في عالم الفن البحريني، فهو من الزمن الجميل أعطى الكثير للفن البحريني، له صولات وجولات من ألبوماته حبيب الروح في سنة 1988 وغراب ونميمة وأغاني وطنية كثيرة، وتعاون مع فنانين كبار وله مشاركات في العديد من المناسبات الوطنية والعربية، ومثل الفن البحريني خير تمثيل وله حس وطني بارز، وصقل لنا مواهب جديدة في الساحة وما يأهله أن يكون من مؤسسين الفن البحريني. معنا الفنان القدير اسكندر الجودر، نرحب فيك وصباح الخير، شرفتنا اليوم. صباح النور عليكم وعلى الله يطول عمرك. بالعكس أنا أتشرف فيكم طال عمرك، الله يحييك. في البداية صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على البحرين وعلى كل شخص يحبنا ويتمنى لنا الخير ان شاء الله. اكيد، واحنا سعيدين بتواجدك يعني استاذ، انت فعلا من مؤسسين الفن البحريني، فهي شرف لنا انك تتواجد معنا. بالعكس بالعكس احنا نتشرف فيكم. الله يخليك. الله يسلمك. طبعا في البدايه يمكن بستغل اللقاء ذي، ما بنتكلم عن بدايات، ما يعني بنتكلم عن الفن البحريني الاصيل. نعم. شنو كان يميزه من باقي الفنون وباقي الدول؟ شلون الفن البحريني كان يميزه بشكل يعني ملحوظ؟ كان الفن البحريني يعني له قيمة كبيرة فنية، فشنو اللي كان يميزه؟ شوف أخوي حمد، أول شيء الفن البحريني طبعاً إحنا أخذناه من اللي قبلنا، طبعاً الجيل اللي قبلنا. أنا بداية كنت يعني مع الفنون الشعبية، ابتديت مع الفنون الشعبية ونشأت تقريباً في أسرة فنية. بعدين كان في الطيبة، كانت في الطيبة يعني كان في محبة بين يعني الجروبات بين الفرق، ما كان يعني هدفهم المادة بتاتا، كان هدفهم انهم بس شلون يوصلون الفن وشلون يبينون فنهم وشلون يبينون الفن البحريني. فكان الفن البحريني هو نقول نمبر 1 كان في الخليج يعني. فاعتقد ان يعني المحبة اللي كانت موجودة اول
هي كانت أساس كل شيء، حب للفن، وكان كانوا بسيطين يعني كل شيء كان بسيط. يعني احنا كنا نغني بدون آلات موسيقية، نغني بدون يعني استوديو والحين مارش، لا لا كانت أشياء بسيطة يعني. يعني حتى نغني قاعات خالية، كنا فنون شعبية نغني قاعات خالية، وكانت توصل حق الناس، كانت الناس تحبها بطريقة لا تتخيلها يعني. يعني يمكن هاي الشغلة اللي احنا دائما نقول اللي يميز الفن البحريني، الكلمات اللي توصل للقلب، اللي تكون من القلب للقلب، اللي تكون قريبة ايضا للمستمع، للحان البسيطة. وغير كذي احنا نقول دائما الفنان البحريني موهوب، سبحان الله. يعني من نسمع فنان بحريني قبل ما يغني نقول هاي بحريني، يعني الاحاسيس توصلنا فنعرف من فنه من خلال الحان، من خلال كلمات انه هو بحريني. لا شوف الفنان البحريني سبحان الله تحسينا انه يعني يولد معاه هالشيء، صح؟ يعني يولد معاه الحب والشغف. يعني تلاحظين احنا بروحنا نكتب ونغني ونسوي، تعب على روح الفنان البحريني. اي يعني 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 ونطلع يعني من مكان لمكان ونروح اساس بس ان انت تراوي الناس والجمهور ان انت عندك الموهبه وعندك القدره انك انت توصل هذه الفن، عرفت شلون؟ يعني حتى الحين يعني لما نسافر برا مثلا، نقدم برا مثلا، لفينا احنا طبعا في دول الخليج وبرا، في فتلاحظ ان الفنان البحريني له ميزه يعني، يعني حتى عند الناس، عند الشعوب، عند يعني الخليج كله سبحان الله له محبه خاصه وعزه خاصه سبحان الله. يعني هذه يعني شيء دائما الفنان البحريني يتابع على نفسه ويحاول انه يوصل شو اساس كل هذه طيبه البحر، الطيبة صح. يعني سبحان الله شيء مزروع فيهم وكل الناس تحبهم لطيبتهم لبساطتهم، حتى فن بسيط يعني فن ما في صعوبة ولا في يعني تعقيد، يوصل لك دايركت يعني، يركز على البساطة. اي يعني يوصل لك دايركت. احنا متشوقين نسمع شيء صراحة. اي والله شيء على طول. اي على طول. احنا نبي يعني احنا ننتظرها ترى الفقرة من الخميس للخميس عشان نسمع الفقرة الفنية. اي نعم. واحنا سعيدين اليوم تواجدك اكثر يعني ما شاء الله، انتم الفنانين فعلا يعني المتميزين. هاي واحده من اغاني قديمه طبعا. حقك علي انا خطيت، لو ما تقول شو اللي جنيت، ذنبي وخطاي انك دريت اني احبك من وعيت، حقك علي انا خطيت. عندي المحال عندك عجب، حتى السؤال منك غضب، عندي المحال عندك عجب، حتى السؤال منك غضب. عشت السنين وكل التعب، راح العمر وانت السبب، حقك علي انا خطيت، وحقك علي انا خطيت. راح العمر وانت السبب. كلمات بسيطه ولحن، هاي كلماتي ولحني ما شاء الله. هذه قلت لك ببساطه، هاي اللي نقوله يمكن قبل شوي، هذه البساطه. الفنان يعني البحريني متميز ببساطته بكلماته بالحان اللي فعلا من القلب للقلب. يعني استاذ لو بنتكلم اليوم عن الساحه الفنيه، اكيد انت ما شاء الله لك خبرتك الطويله ومجالك، ويعني ما شاء الله لك خبره سنين. خلينا نتكلم عن الفن الحالي في الساحه الفنيه. هل تشوفه في تطور؟ هل تشوف فعلا الفنان البحريني قاعد يحاول يواصل يمكن خبرات الفنانين القدام اللي فعلا حاولوا انه يوصلونه لمرحله ما؟ والله شوفي يعني انا ما اقدر طبعا احكم على الجيل كله او احكم على دي، يمكن احكم على الناس اللي يعني قريبين مني، او يعني عندنا شباب الجيل مالنا او الشباب تبع اصحابنا، مثلا عندك مايستر يوسف واخوي الفنان رضا الصفار وهي المجموعه يعني اللي احنا الحين نتعاون مع بعض بحيث ان احنا نسوي اعمال يعني للوطن واجتماعيه وكذا. الجيل الشباب الجديد ما ادري يعني يمكن اختار سكه غير الـ 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 يعني الفن الشعبي البسيط الاصاله. ما اقول لك يعني في شباب طالعين يغنون فن شعبي ويغنون يعني
أشياء قديمة، السامري والخماري وكذا. ولكن أنت بعد لا تنسى أن إحنا فاقدين شركات الإنتاج اللي في البحرين، لأن أنت شلون اليوم تبرز يعني شغلك وفنك وكذا. اليوم إحنا نعتمد على السوشيال ميديا، يعني تجمع شيء نغنيها وننزلها سوشيال ميديا، تأخذ صدى، تأخذ كذا، تأخذ كذا، عرفت شلون؟ فلو كان عندنا إحنا شركات إنتاج راح تلاقي يعني كم من الفنانين يطلعون. ترى في فنانين وايد بس مو باينين على الساحه. نعم. يعني احنا ممكن الفتره اللي احنا كنا شغالين فيها كان في شركات انتاج في البحرين تشتغل وتاخذ اعمالك، يعني لو انت ما فيها مردود مادي، ولكن المهم انها تنتشر. عرفت شلون؟ حاليا هم مساكن يعني ما عندهم. يمكن تكلمنا عن موضوع شركات الانتاج وهذه اللي نتمنى انه يكون موجود متوفر اكثر. تكلمنا قبل الهواء انا وانت. لكن يمكن بنتقل لموضوع ثاني، موضوع العود. يمكن قلت انت الشباب تغير، يمكن دشت مجالات ثانية. نعم. فنون أخرى غيرت الفن البحريني. الجيتار. الجيتار. تعلقك بالعود وليه الحين أنت متعلق بالعود؟ يمكن الشيء الوحيد اللي يميز ترى مثل ما تكلمنا من البداية. نعم. الفن البحريني إن العود موجود، فتعلقك فيه شنو علاقتك في العود؟ شوف أنا بداية بأمانة يعني ما كنت أعزف، يعني قلت لك إحنا ابتدينا كفنون شعبية وفن شعبي بحت، يعني بدون موسيقى، بدون عود، بدون اي شيء يعني. بس مع الوقت ومع التطور شفت ان انا لازم يعني اتعلم العود. وتعلم ترى مو سهل يعني، بالعكس بالعكس اسمه ففتره يعني الحمد لله ابتديت يعني طقطق شوي. يعني انا ما اقول لك ان انا عازف بروفيشنال، ولكن يعني امشي حالي على قولتهم. بس ما شاء الله عليك مبدع استاذ. الله يطول لي عمرك. عرفت شلون؟ فالعود تحس انه هو صديقك وقت اللي ما حد وياك. يلازمك في الكلمات. لو اي شيء تبي تعبر عنه بس من تاخذ العود وطقطق عليه خلاص طلع لي خاطرك. واحنا الحين ودنا انت بعد تشود العود وتدندل لنا. انتوا داشين على طمع الصراحه. بس احنا صار حتى الكنترول والله. شوف يلا اغنيه، يلا اغنيه. شوف هذه في اغنيه، هذه يعني اشتهرت معاي والناس حبت مني. هي طبعا اغنيه مصريه ولكن انا سويتها بطريقه خليجي يعني قواعد وكذا. عرفت؟ أغرب يا دنيا من الصغر للشيبة، أغرب وطالت بين الغيبة، يمدحك أنا يوم ومبكي أنا يوم، يمدحك أنا يوم ومبكي أنا يوم، ووريانا كل حاجة عجيبة. أغرب يا دنيا قالوا علينا، علينا قالوا، وإحنا يا عيني لوحدينا. قالوا علينا، علينا قالوا، وإحنا يا عيني لوحدينا. دول مهما قالوا يا ولدي ولا علوا يا ولدي، ما يهمناش ده احنا حمينا، حمينا ربنا. أغرب يا دنيا من الصغر للشيبة، أغرب وطالت بينا الغيبة، يمدحك أنا يوم ومبكي أنا يوم، يمدحك أنا يوم ومبكي أنا يوم، ووري أنا كل حاجة عجيبة. أغرب يا دنيا. الله يعني خدت صدى كبير عند الناس، ولليوم تذكرونها ولليوم يطلبونها. يعني يشون عليك في السناب، يشون عليك في الانستغرام، في الفيسبوك. يعني أغراب أغراب أغراب، عطنا بي أغراب، وين حصل أغراب؟ شفتك كاتب مرة أغراب. لا يعني لها شو أقول لك، يعني لها وضع ولها يعني شيء عندي، لأن بأمانة يعني طلعت اسكندر الجود.
متعلق. ما شاء الله عليك انت فنان، يعني فنان اسكندر الجودر، فعلا من الفنانين اللي نفتخر فيهم في البحرين، ولك اسمك ولك خبرتك الطويله. وما شاء الله يمكن الجيل، انت ذكرت شغله قبل شوي قلت الجيل اللي ما يعرفك الحين، بالعكس اذا يمكن ما يعرفك بس سامع اكيد اغانيك، سامع الحانك، فهذا الشيء مو يعني حتى حمد يقول لي انا سامع فيك بس ما قعدت تشوف دقه صوتك، لكن الحين الحمد لله يعني الفرص هذه يعني تعرف الجيل بك وتعرف الناس. اعطوني فرصه اني انا ابحث عنك واعرف واشوف. الله يطول عمرك. بالعكس انا اتشرف طال عمرك. هذا الشرف لنا اكيد. نشكر تواجدك وحضورك معنا استاذ اسكندر الجودر، فعلا دهمنا الوقت بسرعه، ودنا معاك ندندن ونغني وايد، بس ان شاء الله لياتك اكثر. عندما نحن عرفناكم بالعكس انا اشكركم واشكر اللي قايمين على البرنامج، وشكرا جزيلا للجميع. يعني شكرا احنا استانست صراحه بقعدتي احنا استانست اكثر معك. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى لكم ويكند سعيد ونشوفكم ان شاء الله يوم الاحد، ومع السلامه. هابي ويكند.